طيب عندنا ملفات كتير الحقيقة، هحاول طبعا ان انا اعدي عليها كلها، بس اللي يهمنا فيها طبعا قصة الاهلي وقصة الانتقالات الشتوية. 5 صفقات عقدتها او برمتها ادارة النادي الاهلي، منهم اللي هيشارك طبعا بشكل اساسي على المستوى المحلي، منهم كمان اللي هيكون ليه حق المشاركة على المستوى الافريقي، منهم طبعا وابرزهم وسام ابو علي، عودة الاوراق المهمة واهمها طبعا من وجهة نظري رضا سليم، وتألق انتوني مودس اللي ناس كتير يمكن ما تكونش حست بيه، ودورهم في استعاده بقى الاهلي لاجندته مره تانية، واولها لقاء شباب لوزداد اللي جاي في بطوله دوري ابطال افريقيا. بس بدايه نرحب بضيفي النهارده النجم الكبير كابتن اشرف ممدوح، بيشرفني في السادسه. مساء الخير يا كابتن اشرف. مساء الخير يا احمد، يعني دايما ببقى سعيد معاك انت عارف، وطبعا على شاشه قناه النادي الاهلي. شفت امبارح ماتش الفاينل بتاع افريقيا؟ استمتعت. قصدك استمتعت بمباراه امبارح؟ يعني الحقيقه البطوله كلها المفاجآت اللي فيها دايما بتخليك متشوق انك تشوف كل المباريات، والحقيقه يعني كوت ديفوار او ساحل العاج قدموا بطوله مميزه جدا على مستوى التنظيم والملاعب، حتى رئيس الدوله امبارح والسيده حرم، الفرحه وفرحه الجماهير والتواجد الجماهير الكبير جدا في البطوله. هو نجحت كمان كوت ديفوار بصرف النظر عن لقب التنظيم كمان، طبعا يعني بكلمك على التنظيم والملاعب كمان. يعني انا فوجئت الحقيقه في نقله كبيره جدا جدا، مش على مستوى الفني كمان في الفرق الافريقيه، لا كمان على مستوى التنظيم، مستوى الناس بتشتغل، يعني الناس بتشتغل على نفسها بشكل كبير، واعتقد انها بطوله ناجحه بكل المقاييس. حقيقي يعني مدير فني كنت بقول جه من يعني من بره المنهج. صحيح. يعني كنت بقول انه فوز كوت ديفوار امبارح في بدايه الحلقه درس كبير جدا، انه القصه مش قصه مين يقود او مش قصه مدير فني او المدير الفني هو اللي بيصنع كل الفارق. صحيح. بالعكس، اداء باهت جدا، ضعيف جدا، هزيل جدا، تاهل الادوار الاقصائيه بشق الانفس، اقاله المدير الفني والمدرب المساعد، ثم ياتي امريس فايي لقياده كوت ديفوار بدون بقى لا معسكرات اعداد ولا ماتشات وديه ولا اختيار قائمه ولا اي شيء عشان يحقق انجاز ما كانش حد او اكتر المتفائلين في كوت ديفوار كان يتوقعه. صحيح. امريس فايي يعني مجهود كبير جدا، وده يدل على انه اشتغل على نفسه كتير جدا، والبطولات دي المجمعه دايما بنقول محتاجه ذكاء. ذكاء ملعب، انك تقدر ازاي تتعامل مع البطوله، واعتقد ان ده اللي افتقده مستر فيكتوريا، خاصه انه ما عندوش خبرات كبيره جدا في افريقيا او حتى على مستوى المنتخبات. خبرات في افريقيا يعني مش كبيره، هي ما فيش خبرات في افريقيا وحتى على مستوى المنتخبات، يعني هو كمان ما تولاش تدريب منتخبات قبل كده، ودي نقطه سلبيه جدا جدا في اختياره طبعا في قاعده الاختيارات اللي تمت من قبل. يعني اكيد مش هنتطرق كمان للاتحاد يعني بما يكفي او ناله بما يكفي من الانتقادات السلبيه الحقيقه الفترات اللي فاتت من اختيارات سوء اختيارات والعقود، ويعني لازم يشتغلوا على نفسهم كتير جدا في الفترات اللي جايه. يعني كله هيتنسي. مشينا فيتوريا وجبنا حسام حسن والناس هتهدى والناس هتسكت. فاكر حلقه هنا قبل بعد خروج منتخب مصر من افريقيا قعدت اتكلمت انا وانت على انه هيبقى فيه مسكن مسكن يخلي المواضيع تمشي وتعدي والناس تنسى علشان تقدر تكمل بعد كده بدون خطوات ايجابيه. وده الحقيقه للاسف الشديد هو دايما حال الكره المصريه، يعني احنا ما بناخدش خطوه، لان دايما بندي مسكن نكمل بيه، لكن خطوات للاصلاح اعتقد ان دي حاجه سلبيه جدا جدا في منظومه كره القدم في مصر. اختيار حسام حسن في التوقيت ده لانه قرار يرضي الشارع، أو لأنه المدرب المحلي هو الأفضل في التوقيت الحالي، ولا رهان على قدرة حسام حسن نفسه في أنه ينجح في تحقيق اللي عمله قبل كده الجوهري الله يرحمه طبعا، وكابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحة وطولة العمر. طب خلينا يعني نرجئ شوية إمكانيات كابتن حسام حسن وأملنا أو يعني تطلعاتنا معاه إن شاء الله في ما هو قادم مع منتخب مصر، لكن يعني بعيدا عن ده، بعيدا عن كابتن حسام حسن تماما، خليني أقول إن ده مسكن. يعني فكر الاتحاد المصري لكرة القدم في اختيار كابتن حسام حسن دلوقتي أو في التوقيت ده بعد كل هذا الرفض في الفترات اللي فاتت، رغم انه كان في فترات طويله كان ممكن يتم اختيار حسام حسن وكان بيطرح اسمه بشكل كبير جدا جدا، لكن كان بيتم طبعا استبعاده بشكل يعني بشكل كامل يعني. فانا اعتقد بشكل كبير انه اختياره في التوقيت ده عندي هو مسكن. انه اسم كابتن حسام حسن ما كانش مطروح اساسا
عند اتحاد الكوره تماما، بل انه كان في مقاومه لاسم طبعاً لطرح اسم حسام حسن. بشكل كبير انا بكلمك في التوقيت الحالي طبعا، ودي معلومه اكيده مش بس تكهن يعني، لكن هي معلومه اكيده انه حسام حسن دائما وابدا من الاتحاد المصري لكره القدم هو مستبعد تماما من الاختيارات لاسباب هم شايفين انها ممكن ما تبقاش يعني، او شايفين انه لا يصلح لتولي القياده الفنيه لمنتخب مصر، شايفين انه عصبي، شايفين انه اقوى من الناس اللي موجوده، شيء اسباب كتيره جدا وهي الحقيقه. لكن خليني اروح معاك ليه تم اختيار حسام حسن في الفتره دي. اعتقد انه حسام حسن يعني لو اتكلمنا بشكل منطقي يعني، انت خرجت من بطوله يعني خالي النقاط وخالي الانجاز، ما عندكش استعداد ان يتم التعاقد مع مدير فني اجنبي الفتره دي، خاصه انه انت لسه هتدفع مبالغ كبيره جدا لفيتوريا في الشرط الجزائي، ما فيش نيه لاستخدام مدير فني اجنبي نتيجه ان عندك يعني ترشيد في النفقات في الفترات اللي جايه، في ضغط كبير جدا جدا من الشارع الرياضي المصري لاختيار كابتن حسام حسن، مش بس علشان حسام حسن عنده الروح ويقدر يعني يسيطر شويه على اوضه اللبس في منتخب مصر، لكن كمان فنيا حسام حسن في الفترات اللي فاتت قدر انه يعني يحقق انجازات. واعتقد انه اختيار المدير الفني لمنتخب مصر ما بيبقاش بس على مستوى امكانياته التدريبيه فقط، لازم يكون في جزء كبير جدا جدا من سيكولوجيه المدير الفني يعني او المدرب، ازاي بيقدر يتعامل مع مجموعه اللاعبين. دي واحده من التحفظات يا اشرف اللي الناس كتير تخوفت منها، وهي فكره انه قدره حسام حسن على التعامل مع عناصر المنتخب الوطني، منهم اللي اشتغل معاه، منهم اللي تصادم معاه، منهم اللي متوتر من وجود كابتن اسم كابتن حسام حسن صحيح على راس الجهاز الفني في المنتخب. شوف انا اتعاملت مع كابتن حسام حسن فترات طويله ويمكن على درايه كبيره بطريقه تفكيره او ازاي ممكن يتعامل في المواقف الشبيهه بده. تدريب الانديه غير تدريب المنتخبات تماما. كابتن حسام وكابتن ابراهيم يعني خليني اقول لك، لان الاثنين انا شايف ممكن في الملعب يبقى ليهم ادوار مختلفه لكن العقليه واحده، يعني انت هتشوف كابتن حسام كابتن ابراهيم في الملعب في التوجيهات في التعامل الفني حتى هتلاقي الاثنين واحد، انا واثق من ده وهتشوفه ده مع منتخب مصر. لكن عايز اقول لك انه كابتن حسام اتعلم كتير قوي، وهقول لك حكايه صغيره كده، يمكن اكتر من 15 سنه مثلا كابتن حسام حسن انا كنت قاعد معاه في مكان يعني، قال لي بص انا همسك تدريب، والله قال لي بالحرف يعني عشان ما قاليش النادي الاهلي، قال لي انا همسك تدريب نادي الزمالك وهمسك تدريب منتخب مصر. يعني هو في دماغه وتطلعاته قبل يعني تماما ما يبتدي اي حاجه، كان لسه ما ابتداش تدريب ولا عمل اي حاجه اعتقد يعني. فهو في دماغه وتطلعاته انه هدفه او التارجت في النهايه انه يكون مدير فني لمنتخب مصر، واعتقد ان دي هتكون نقطه ايجابيه جدا جدا في تغيير طريقه تعامله في الفترات اللي جايه مع منتخب مصر، خاصه اني على علم ان في قيادات ومسؤولين كبار جدا قعدوا مع كابتن حسام حسن الفترات اللي فاتت مش لتهدئه الاوضاع ولكن لوضع منهج للتعامل مع اللي اتكلمت عنهم يا احمد مجموعه اللاعبين الكبار. احنا بنتكلم على مجموعه لاعبين موجودين في منتخب مصر النهارده ليهم قيمه كبيره جدا جدا، مش على مستوى التسويقي ولكن قيمتهم المعنويه، صلاح، تريزيجيه، مرموش، النيوي، اسماء كتيره. في الجزئيه دي هل انت مستني من حسام حسن انه ياخد نسخه فيتوريا يحاول يتعامل بيها يعني يتعامل بيها يطور فيها، ولا شايف انه لو انا النهارده بتكلم على مشوار تصفيات كاس عالم فانا ما عنديش شك انه اي مدرب مدير فني مصري كويس يقدر يوصل مصر كاس عالم، مختلفين على دي ولا لا؟ لا طبعا هو يعني الموقف يعني اسهل بكتير من صح قبل كده، لكن متفقين. لكن لسه عندك مراحل يعني، انت لسه بوركينا فاسو ولسه والنقاط قريبه، انت لسه محتاج شغل عشان شايف تقدر تخرج ده، لكن إن المجموعه دي المهمه سهله شويه. اصل لو في منافسه في المجموعه دي حتى اقول لكاس العالم يبقى احسن ما اروحش كاس العالم يعني منطقيا طبعا يعني لو انا هدفي ان اروح العب في كاس العالم
فما تكلمنيش على صحيح. على التصفيات خاصه بمجموعه اللاعبين الموجودين دلوقتي اللي يعني اللي كلنا متفقين ان عندهم امكانيات كبيره جدا على بناء منتخب جديد. تجديد دم، انت لعبت البطوله اللي فاتت دي، انت المنتخب مصر رقم واحد من حيث ارتفاع معدل الاعمار صحيح. فهل تراهن على حسام حسن انه يعيد بناء منتخب وطني يفلتر الاسماء اللي موجوده، ولا يراهن على نفس المجموعه نفس الاسماء؟ لا اراهن طبعا على تجديد دماء منتخب مصر الفترات اللي جايه، خاصه ان عندنا المنتخب الاولمبي منتخب جيد وفي عناصر كتيره جدا تقدر تستعين بيها الفترات اللي جايه، وتقدر تعمل عمليه الميكس دي خاصه بعد الاولمبياد ان شاء الله. يعني أيوة. المنتخب الاولمبي كل التوفيق ليه. انا بتهيالي الاولمبياد دي برضه هتكون علامه فارقه طبعا بالنسبه للمنتخب المصري، يعني بالنسبه للاسماء الأولمبي. يعني طب ما هو احنا انت هتلعب المنتخب الاولمبي وفي الحقيقه عناصر كتيره جدا في المنتخب الاولمبي مبشره منهم كوكا اللي اختاره فيتوريا طبعا وخرج من المعسكر المنتخب صحيح. قبل البطوله للاصابه، يعني اتمنى له السلامه، واحد من الاوراق برضو اللي افتقدها الاهلي في الفتره اللي جايه صحيح. منهم اسامه فيصل، منهم ابراهيم عادل اسماء كتيره، يعني اسماء كتيره مبشره طبعا، يعني لعيبه كتير مبشره. واعتقد ان هيكون ده التوقيت المناسب، يعني انت بتتكلم ان في معدل اعمار كبير جدا لمنتخب مصر وعندي خامات طالعه من تحت بشكل مبشر جدا. ولو فاكر طبعا او كلنا فاكرين كابتن حسن شحاته ربنا يديله صحه في عمل الروتيشن ده او عمليه الاحلال والتجديد دي مع مجموعه كبيره جدا من الشباب قدر يستمر بيها، ومستحيل كان يقدر منتخب مصر انه يحقق الثلاث بطولات دول من غير ما يعمل عمليه الاحلال والتجديد. أيوة. ودي اكتر او اكبر اعتقد انجاز لكابتن حسن شحاته، مش بس البطولات اللي حققها لكن عمليه الاحلال والتجديد اللي حققت انجاز كبير جدا، وقدرت ان يكون عندنا اجيال على مدار 10 سنوات، لان الاسماء اللي شفناها في 2006 و2008 و2010 في ناس مستمره منهم لغايه النهارده ما شاء الله، يعني مكملين بشكل مميز جدا وبشكل رائع جدا. فاعتقد ان كابتن حسام عنده نفس الفكر. خلي بالك كابتن حسام عاصر اجيال كبيره جدا، يعني بدايه من كابتن جوهري واللي تشرب منه حاجات كتيرة جدا طبعاً. كابتن حسن شحاتة، غير المدربين والخبرات الكبيرة جدا اللي حصل عليها كلاعب وكمدير فني. فأنا أعتقد أن كابتن حسام هيكون لدور كبير جدا مصر الأبزاز طبعاً. يعني ما اتكلمش على الكورة، يعني أنت متخيل لأن مستحيل الواحد يقعد يتكلم في الكورة مع واحد من أساطير كرة القدم طبعاً. في مصر وفي أفريقيا. لا لكن بتكلم على التدريب أن أيوه. حسام حسن عنده القدرة إن شاء الله الفترات اللي جاية أنه يعمل ده، وعنده ميزة مهمة جدا جدا انه يقدر يعمل عملية الإحلال والتجديد في التوقيت ده، لانه أنسب توقيت يقدر يعمل ده فيه مع منتخب مصر، خاصة عندي خامات جيدة جدا مع المنتخب الأولمبي. صحيح. يعني الحاجة الوحيدة لو لينا ان احنا نتكلم فيها مع كابتن حسام وكابتن إبراهيم، انه وانا بشوف انه التجربة دي ممكن تكون فيها بدايات مشابهة لتجربة كابتن جوهري وكابتن حسن شحاتة شوية، بس يحتاجوا شوية للهدوء، الثبات الانفعالي، قيادة منتخب مصر ده شرف والله كبير مش قلقان من دي يا احمد خالص. يعني انا مش قلقان من دي لاني انا عارف كابتن حسام كويس جدا. هم على فكرة لا هو هي مش فكرة زي ما الناس بتحاول تصورها عنها انه في لجوء للعنف او للعصبية، هي بتبقى خارج عن الإرادة، غيرة صحيح. غيرة يعني شوية بتبقى خارج عن شعورك، بس برضو اعتقد هي الرياضة يعمل كنترول على ده اكيد، ممكن ده يبقى مفهوم او مقبول شوية على مستوى تدريب الأندية، لكن على مستوى المنتخب هيكون صعب جدا. هيكون صعب جدا. انا واثق ان ده مش بالتاكيد هم حاطين ده في اعتبارهم ان شاء الله. النقطه دي معلش خلينا نكمل في دي، لانه ولازم نقول ده، واكيد انت احمد وكلنا هنفضل نتكلم في ده، انه مش دي بدايه الاصلاح. انت اكيد انت اخترت كمدير فني لمنتخب مصر في الفتره دي، لكن الاصلاح في خطوات كتيرة جدا 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 لازم الاتحاد يبتدي فيها علشان يقدر يكون عندنا منتخبات قوية الفترات اللي جاية. ما اعتقدش ان الاتحاد ده مع كامل الاحترام والتقدير لشخصهم، يعني القصة مش قصة اسماء، انا بتكلمش على اسماء ولا اتكلم على اشخاص، بتكلم على المبدأ وعلى عقليات، بس اعتقد انه فرص الاتحاد ده حتى مع استمراره، اعتقد الفترة المتبقية لي ست شهور، ما اعتقدش انه يعني هيبقى مفيش مانع انه يبتدي، يعني ابتدي على الاقل بقطاعات الناشئين، يعني ابتدي صلح هذه القاعده او اعمل اصلاح في هذه القاعده
اللي انا شايف من وجهه نظري واعتقد ان كل مصر شايفه انه فيها فساد غير طبيعي وفيها كميه اهمال غير طبيعي، وندره المواهب نتيجه التخطيط السيء من الاتحاد المصري لكره القدم في قطاعات الناشئين. هي مش ندره مواهب، هو فشل في القدره على اكتشاف المواهب. انا بقول لك نتيجه التخطيط السيء. أيوه. انت أيوه. في مواهب كتيره جدا موجوده، ما فيش تخطيط، مسابقات سيئه، صحيح. استثمار الرياضي اللي ابتدوا يعملوه سيء جدا، فانت نتيجه التخطيط ما بقاش عندك مواهب، ما فيش رغم مواهب موجوده. رغم انك انت بقى عندك بنيه تحتيه وبقى عندك امكانيات ماليه افضل صحيح. بكتير جدا من 20 او 30 ولازم سنه فاتت. ولازم تشكر وزاره الشباب والرياضه في ده، حقيقي. يعني حقيقي. لازم تتكلم السلبي والايجابي. الحقيقه وزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي نجح في ده بشكل كبير جدا على مستوى جمهوريه مصر العربيه لكن كلها. رغم ان الامكانيات دي بقت موجوده ورغم التطور الكبير جدا اللي حصل في البنيه التحتيه على مستوى بالذات كره القدم يعني صحيح. على مستوى الممارسه انت كنت بتتكلم على اجيال تم اكتشاف فيها نوابغ كانت بتلعب في الشارع وفي الحاره صحيح. على الاسفلت وبكره الشراب. النهارده الملاعب والنجيله الصناعي في كل حته في مصر صحيح. الشباب مليان في النجوع والكفور بيلعبوا ويمارسوا كره القدم، لكن للاسف الشديد الجزء الخاص بالاستثمار بس ده يمكن عايز حلقه لوحده. بقى اللي معاه فلوس يقدر يلعب، اللي معهوش فلوس كارثة. ايا كانت موهبته يعني معلش كارثه. والحقيقه انا مش عارف كابتن علاء نبيل هيقدر يحل ده ازاي، لانها الحقيقه فيها تلاعب كتير وكبير جدا طبعا. جدا يا احمد، وانا اتكلمت مع اكتر من حد من الناس اللي شغاله في القصه دي ان عندهم حلول. يعني انت متخيل هم عندهم حلول للتخطيط للاصلاح، يعني ضد الاصلاح، يعني ازاي هيقدروا يتلاعبوا علشان يكملوا طبعا في الاستثمار ده. انا نفسي بس اي حد يعني ايا كان اللي هيتولى المسؤوليه او هيغامر عشان يخش في الوضع الصعب ده ويقول انا اقدر اعمل حاجه او اقدر اغير من الصوره اللي ما اتغيرتش من عشرات السنوات. احنا بنتكلم على وضع قائم من سنين طويله، يعني عشان بس المجلس ده ما يتحاسبش على الفاتوره لوحده برضه، وممكن يبقى جزء مش مشكله لكنه ليس كل. لكن انا نفسي يعني انت عارف انا مره يعني اعتقد كان كابتن خالد جدالله اعتقد يعني خالد جدالله يعني هو ده متخصص في القصه دي طبعاً الحقيقه بيتكلم طبعا فيها راجل حقيقه خبره عنده خبرات لا كبيره يستهان بيها طبعا صحيح وبروفايل محترم جداً. جدا. وانا اتمنى بصرف النظر عن على المستوى الرسمي انا شايف انه في اكيد من القامات ومن الخبرات في مصر اسماء ممكن تقعد على الترابيزه ورشه عمل تقدر تحط تصور لاستراتيجيه تنقل الكره في مصر. كان بيكلمني حد على انه اليابان حاطه خطه طويله المدى انها في 2050 يبقى عندها منتخب ينافس على كاس العالم. انت متخيل الناس بتفكر لغايه فين؟ يعني بتفكر في 2050 يمشوا كده بشكل تدريجي صحيح. انه يبقى عندهم قوه عظمى تقدر تنافس البرازيل والارجنتين وهيعملوا ده انا واثق انهم هيعملوا ده. انت صحيح. بتشتغل بتخطط وللمستقبل صحيح. وده بيدي لك استراتيجيه كبيره طيب. جدا يعني. هاخد رايك سريعا واخد التفاصيل منك بعد الفصل اللي جاي في الميركاتو. عايز انقل الملف المحلي وعايز افتح لماتش شباب الوزداد. بدايه شفت الميركاتو بتاع الاهلي قبل ما اتكلم على الميركاتو العام، شفت الميركاتو بتاع الاهلي ازاي في الموسم انتقالات شتويه؟ يعني اشتغل النادي الاهلي على احتياجاته، واحنا قلنا دايما انه مستر كولر عينه دايما على الاحتياجات فقط، مش عايز اسماء الكم وخلاص. الكم يعني طبعا اسامه ابو علي واحد من اتفرجت عليه شفت بروفايل محترم جدا وشفت حاجات كتيره جدا ليه، شايفه يعني بروفايل للمهاجم المحتاجه النادي الاهلي الفتره اللي جايه. سرعات، تمركز جيد، تحركات داخل ال 18. انا عارف انك مستعجل عشان الفاصل، نكمل بعد الفاصل. لكن هتكلم انا شايف هتكلم إن الحمد لله في وجوده كمان مع انتوني يعني. مودس اللي استعاد جزء كبير طبعا. جدا من تالقه في فتره التوقف مع صحيح. وجود كهربا المهاجم الاساسي ونجم بطوله دوري ابطال الاخيره. لكن خلينا نرجع لكابتن اشرف ونواصل كلامنا بعد الفاصل. الميركاتو والحقيقه موسم الانتقالات الشتويه الحقيقه يعني كان في مفاجآت كتير وكلام كتير قوي على الانديه اللي دعمت صفوفها. اتمنى طبعا ان ده ينعكس بالقوه على المنافسه، لانه اللي بص انا كنت بتابع ماتشات الدوري الممتاز به اللي هو في شكله الجديد، يعني واضح ان في قوه واثاره وسخونه مفتقدينها في الدوري بتاعنا، يعني دوري الدرجه الاولى او دوري الممتاز. فاتمنى انه الميركاتو اللي حصل ده يحرك شويه من حاله الركود او الجمود اللي بنشوفها في الدوري المصري. لكن في النهايه خلينا نبدا الاول بميركاتو الاهلي. كنت بدات كلام مع كابتن اشرف على صفقه اسامه ابو علي وجوده مع مودست اللي استعاد جزء كبير من امكانياته فعاليته في فتره التوقف، واحد من المكاسب مع وجود طبعا محمود كهربا. صحيح. يعني
اعتقد يعني صلاح محسن بالتوفيق ان شاء الله يعني في الفتره اللي جايه، وهنكلمنا عليه كتير حقيقه، وقلنا انه دي هتبقى اخر فرصه للتواجد يعني او لاثبات الذات، لكن يعني التوفيق وعدم التوفيق بيكون في لا، ومش تقليل من امكانياته بقد ما هو في لعيبه كتيره كويسه جدا لبس التيشيرت الاهلي، بس ما يعني ما وفقتش يعني موفقتش. كل التوفيق ليه طبعا. وسام علي زي ما قلت انه صفقه يعني مميزه. ايه المختلف فيه عن مودست وكهربا من وجهه نظرك؟ اون تارجت يعني على المرمى على طول، التحركات، خلي بالك راس الحربه او المهاجم الصريح بتكون ليه تحركات، يعني ايه الميزه الكبيره جدا او اللي خلت عماد متعب واحد من اهم رؤوس الحربه في في السنين اللي فاتت كلها؟ تحركات، تمركزه داخل منطقه ال 18، توقعاته. عماد ما كانش عنده سرعه كبيره، لكن كان عنده سرعه في الفعل نفسه، في رده الفعل او في ازاي يتحرك، ازاي بيقولوا ان المنطقه دي، انت طبعا كنت مهاجم اشرف وتعرف المنطقه دي، يعني البوكس ده ملكيه خاصه للمهاجم، لازم وهو واقف اي حته فيه يبقى حتى لو بظهره، يعني حتى لو الجون في ظهره يبقى حاسس بالمنطقه كلها، قدرته على التوجيه، قدرته على انه يفنش بالراس او على انه يفنش برجليه الاثنين. الحاجات دي ممكن لعيبه كوره كتير قوي تبقى حريفه ومهاريه، لعيب كوره زي ما بيقول الكتاب ما يقدرش يعملها بالظبط. عشان كده بقول لك دايما انه حارس المرمى والمهاجم الاثنين دول بيفتقدوا لحساسيه المباراه بشكل كبير جدا، يعني اسرع من اي حد واكتر من اي مركز تاني او اي مركز لاعب تاني، لازم يكون متواجد، احساسه بالمرمى، بظهره، بالجنب، بوشه، بيبقى عارف يتحرك ازاي، يتمركز فين. شفت هدف امبارح التاني الكوت ديفوار، سيباستيان هالر هدف رائع، يعني ما شفتوش، يعني ما تشوفوش كتير بالستادز، يعني فكرني ابراهيموفيتش طبعا، والكات الحاجات دي قطعته على القريبه هي دي حاسه الهداف، انه يكون ده قرار بيبقى في جزء من جزء من الثانيه. صحيح. وسام عنده وفي حاجات بتبقى بتهالي برضو بالغريزه يا اشرف، يعني هو ما فكرش قال انا هتحرك كده واقطع كده والكوره هتجي لي في الارتفاع ده فهقابلها كده، هي في حاجات كده بتيجي بسرعه رد الفعل للكوره او للكروس اللي موجود او للباص اللي موجود. ده جون صعب قوي اللي جابه هالاند امبارح، جدا جون صعب جدا وفي توقيت صعب جدا وبهدوء ودايما قاتل. انت حته التوجيه دي، يعني انت تعرف لما بتبقى يعني حسب البوزيشن بتاعك او مكانك في الملعب، عارف امتى هتاخد الكوره بوش رجلك، امتى هتاخدها ببطن رجلك، امتى هتاخدها بكعب رجلك. السنس بتاع التوجيه بوش الرجل، ببطن الرجل، بصباعك الكبير، برجلك، غير تماما لما تاخدها قول لي ممكن هالر كان يلعبها باي منطقه في جسمه تاني؟ مستحيل. هي كده بس، يعني ما تدخلش المرمى الا كده في تمركزه ده، يعني مش هيطولها بدماغه. صحيح. لو خدها بوش رجله هتقلش ببطن رجله بره، زاويه كمان، هي ملهاش حل غير ده كده. هي دي بس حاسه التهديف او حاسه الهدف. وسام يعني الحمد لله عنده مميزات كتيره من دي، عنده اختراقات كبيره جدا على المرمى، هيدرز بشكل كبير جدا جيد، فاعتقد المحطه جيده، جسمه ما شاء الله بنيانه قوي. مودست طبعا استعاده مستواه بشكل كبير وجاهزيته بدنيا، لكن اتمنى ان شاء الله انه يعني نشوف نسخه اخرى من مودست بعد الجاهزيه دي. بيتهيألي برضه الدفعه المعنويه اللي خدها قبل التوقف، يعني مشاركته في تحقيق لقب وبطوله بفعاليه، يعني هو ليه دور، يعني هو شارك في سكواد كاس العالم لكنه ما لعبش فعليا في كاس، ما كانش ليه دور في كاس العالم، لكن انه يكون ليه دور في بطولة النخبة وانه يحسب اللقب ويعمل هدف وأسس، يعني معنويا بتفرق طبعا بشكل كبير، واعتقد انه متحفز جدا لانه يثبت بس لجماهير النادي الاهلي العريضة اللي هو ما كانش متخيل قد ايه حجم وقيمة جماهير النادي الاهلي في كل طيب مصر. نروح لعمر كمال عبد الواحد. عمر طبعا من الاسماء اللي شوف انا كنت شايف انه هاني واكرم، يعني انت عندك اثنين من احسن الباكات رايت اللي موجودين في مصر، بدليل انه محمد هاني وباك رايت منتخب مصر دلوقتي، اكرم توفيق لو جاهز قبل اختيارات فيتوريا كان هيبقى موجود. مزبوط. طبيعي يعني، وبالتالي انت عندك المكان ده فيه اثنين. وده خلينا نسال، هل تعتقد انه
مستر كولر يفكر يوظف عمر كمال في مركز ثاني غير مركز ظهير الايمن؟ اعتقد بشكل كبير، لان عمر عنده امكانيات هجوميه وفي وسط الملعب الهجومي اكتر بكتير من حته. حتى لو اتكلمت، لما اتكلمت انا وانت في بعض المباريات اللي مستر كولر كان عايز يدافع فيها، فقلنا لا، محمد هاني هيبقى افضل من، او حتى على منتخب مصر قلنا محمد هاني ممكن يبقى متواجد افضل من عمر كمال. وفي المباريات اللي ممكن تبقى عايز تهاجم فيها عمر كمال افضل. لا، عمر كمال عنده امكانيات كبيره وامكانيات مختلفه. تتمنى يعني انت انه يتوظف، او شايف انه لو اتوظف فين يبقى المركز الافضل لصالح الفريق؟ يعني انا شايفه 8 او جناح. يعني صعب هيكون شمال او يمين، لان عندك اثنين او لعيبه مميزه جدا فيهم. لكن اعتقد انه ممكن يعني يدخل في حته وسط الملعب دي. عنده تكمله مهمه جدا، ويقدر يعمل لك التحولات الهجوميه، لان عنده سرعات كبيره جدا وبيشوط برجليه الاثنين، ودي مفتقدينها بشكل كبير جدا في مصر. يعني محمود زنفولي حارس مرمى الجديد، كان ليا راي مختلف. طبعا كل التوفيق للزنفولي، حارس مميز، ارقامه مميزه جدا طبعاً على فكره. طبعا مفيش، وبالذات لما بتلعب او بتختار حارس مرمى بيلعب مع فريق مش من الكلاس كبيرة، يعني مش من الانديه الكبيره اللي متعوده انها تهاجم. انت عارف حارس مرمى في فريق في النص اللي تحت دايما بيبقى متعرض لضغط، دايما بيبقى اغلب الوقت الهجوم عليه. فبالتالي لما يحقق ارقام دي في فريق يعني مش من الفرق بيضغط دايما طبعا، لا يحسب ليه الحقيقه طبعًا. عامل ارقام هايله جدا، امكانيات كبيره جدا، وبالتاكيد هيكون له دور كبير جدا مع النادي الاهلي. وفي مدرسه حراسه المرمى في الاهلي اي اسم عنده فرصه انه يكون حارس مصر الاول. يعني الحضري جه من دمياط بقى اسطوره. صحيح. وهو في كل المراكز بصراحه. وائل جمعه جه من المحله بقى اسطوره. ابو تريكه جه من الترسانه. النادي الاهلي بيضيف لكل طبعًا. من المهم العقليه اللي تقدر تستغل ده او تستفيد من ده. صحيح. لكن كان ليا وجهه نظر، مش عايز اقولها يعني بشكل الناس تخاف منه، لكن انا شايف ان مصطفى شوبير وحمزه علاء ومصطفى مخلوف كان يقدروا يتحملوا وياخدوا الفرصه. لان خلي بالك، حراسه المرمى في النادي الاهلي طول الوقت الحراس كانوا بيعانوا من الفرصه. لو فاكر من وقت ما كان كابتن ثابت البطل الله يرحمه موجود، كابتن كرومي، كابتن شوبير، ثلاثه كانوا بيعانوا بشكل كبير جدا. ثلاثه قليل قوي على القائمه اشرف، فيها ريسك كبير. ماشي. يعني انت لا قدر الله اصابه حد. الشناوي ان شاء الله كان يعني برضه يعني اربع شهور ان شاء الله يكون موجود. انت السيزون بتاعك رقميا لم يبدا بعد. يعني شوف انت لعبت كام بطوله وخلصت كام اجنده، لكن انت فعليا من حيث عدد الماتشات الموسم ما ابتداش بالنسبه لك لسه. اما الدوري فلا قدر الله في حاله اصابه واحد من الثلاثه، تعرض لاعب تاني لطرد، ممكن تخش ماتشات مهمه جدا بحارس وحيد. يعني خلينا نقول ان زنفولي من الحراس الجيدين جدا، وان شاء الله يكون عنده الثبات الانفعالي والعقليه اللي يقدر بيها ان شاء الله يكمل مع النادي الاهلي. واعتقد انه في استقبال كبير جدا ورائع جدا من كل لاعبي النادي الاهلي لزنفولي واحتوائه، وان شاء الله يكون مع الحراس المرمى الموجودين ان شاء الله ليه تواجد كبير جدا باذن الله الفتره الجايه. صفقتين غانيتين من غانا، سامويل اوبونج اللي تم عرضه لمصريات صالات، ويمكن احنا تواصلنا مع كابتن هاني عقبي، الراجل الحقيقه شايف ان الولد ده يعني هيكون سوبر مبشر. صحيح. شايف انه عنده مواصفات. كلمت مع هاني وقال لي الحقيقه انه لاعب مميز جدا. عنده ماتش بكره هيلعبه اعتقد الساعه 3 تحت السن طبعا، سامويل اوبونج و ويندورف ادوم. يعني اتكلمنا كتير على فكره انك تستقدم. هم الاول عملوا معايشه مع النادي الاهلي فتره، مع النادي الاهلي فتره، وطبعا اختياراتهم من هناك. أي. انك الناس تسافر وتشوف وتتابع، وده اللي كنا بنطالب بيه، انه يعني الناس تشتغل بدري على بدري. بدري مع طبعا قطاع الناشئين، لان احنا عندنا قطاع ناشئين محترم طبعا، ونقدر ان شاء الله نشتغل عليه الفترات اللي جايه. لكن شايف الصفقات الحمد لله مبشره مع السكواد الكبير اللي موجود للنادي الاهلي. صحيح. نروح لماتش الجمعه، مواجهه شباب لوزداد. كان معانا كابتن خالد دقماش من الجزائر. الحقيقه الراجل قال انه فرص الاهلي طبعا هي الاكبر، ومباراه صعبه جدا على شباب لوزداد. قال انه يعني مستوى شباب لوزداد في الفتره الاخيره مش احسن حاجه، المستوى مش حتى الفريق او السكواد اللي ظهر هنا في القاهره ونجح في التعادل مع الاهلي تخلى عن اسماء مميزه جدا ضمن صفوفه. رايه الشخصي في انه الميركاتو اللي عمله او الاسماء اللي دخلت على القائمه مش على نفس المستوى الاسماء اللي رحلت.
اصابه مبلحي، وطبعا واحد من الاسماء طبعا الكبيره والاصحاب الخبرات. يعني حسيت كده من كلامه انه يعني كل ده الحقيقه يعني مش هيهمنا في حاجه، لانه مباراه صعبه جدا جدا جدا، شباب لوزداد خسارته كمان يعني خلاص تبعده قوي يعني. المجموعه متشابكه يعني النادي الاهلي خمسه متصدر، اربعه بلوزداد، اربعه خمسه الاهلي، خمسه يانج افريكانز، يانج افريكانز بس يانج افريكانز لعب ماتش زياده، وميدياما اربعه. انت هتخرج بعد شباب بلوزداد لميدياما، وميدياما صحيح فريق يعني مش بالمستوى النادي الاهلي او شباب بلوزداد، لكن عنده لكن فرصة ظهر كبيرة بشكل كويس. وعنده فرصة كبيرة جدا انه يتواجد، وعنده أمل يعني أقصد، خاصة خارج لميدياما بعد كده. فشايف ان المباراة صعبة، صعوبتها في ان شباب بلوزداد هيكون المباراة بالنسبة له يا يكمل يا يبعد بشكل كبير. بيلعب 4 3 3 يعني ما بيخسرش على ملعبه كتير احمد، يعني 16 مباراة في الدوري، 9 فوز و4 تعادل و3 خسارة، هي مباراة وحيدة اللي خسرها على ملعبه في 16 مباراة، استقبل 11 هدف تقريبا، احرز 23 هدف، ودي كل دي ارقام بتبين انه لا، شباب بلوزداد من الفرق الجيدة هجوميا، صحيح دفاعيا شوية عندهم توتر شوية في او اخطاء كتيرة في الخط الدفاعي، لكن انا شايف ان هم فريق قوي لا يستهان به، ولا بد من استعداد الجيد بشكل كبير جدا مستر كولر، ويعني اعتقد ان مستر كولر اشتغل على شباب بلوزداد بشكل كبير في هي المباراه الاهم في الثلاث ماتشات اللي فاضله للاهلي في انا شايف كده كل المباريات مهمه طبعا، لكن دي عنق زجاجه انت لو 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 تخطيتها حتى وانت رايح لميدياما في غانا مش هتبقى الحسابات معقده طبعا أوي. مش هتبقى معقده قوي، لكن وحتى تفرق معاك وانت بتلعب باريحيه بعيدا عن ضغط الارقام والنقاط والحسابات طبعا، يعني وانت بتلعب مع ميدياما اعتقد انها مباراه هتكون صعبه جدا في غانا. فوزك 8 نقاط انت بعدت خلاص تماما، وانا كنت بسمعك في الفاصل في قبل ما ادخل معاك بتقول ان يعني الفوز خلاص يعني يقربك بشكل 90% كبير خلاص يعني انت قربت بشكل كبير جدا، لكن اعتقد ان في حسابات تانية يعني مستر كولر بالتاكيد مش هيلعب على الفوز فقط في مباراه صعبه زي دي. مباراتنا مع الجزائر بتكون او فرق جزائريه فيها نديه كبيره جدا وفيها نواحي نفسيه وعصبيه كبيره جدا جدا مع النواحي الفنيه، وبالتالي يعني اعتقد مستر كولر خلاص ابتدى يبقى عنده الخبرات الكبيره جدا في دوري ابطال افريقيا، ويقدر يتعامل سواء مع مباراه شمال افريقيا او الجنوب. اعتقد بشكل كبير المباراه ان شاء الله ان شاء الله يكون في صالح النادي الاهلي بنتيجه ايجابيه. يعني بقائمه الغيابات دي الاسماء اللي يمكن كانت ليها دور وكانت ليها دور اساسي، يعني لما تتكلم على الشناوي، لما تتكلم على عبد المنعم، لما تتكلم على كوكا، على امام طبعا تعرض لاصابه مع إن شاء الله المنتخب، متواجد اعتقد امام متواجد كبير. المعلومات انه امام خلينا نقول جاهز، يعني امام جاهز ولائق للمشاركه، رضا السليم نفس الحكايه جاهز ولائق، لكن السؤال هنا هل ممكن تعتمد او يعني مستر كولر وهو بيفكر يعتمد عليهم بشكل اساسي في ماتش شباب بلوزداد، ولا الاسماء البديله مش هنقول بديله لكن الاسماء مفيش اللي موجوده في دلوقتي بس يعني الكل بيشارك، يعني يعني شايف انه طبعا اثنين من الاسماء اللي يعني لا خلاف حتى على منتخب مصر، الشناوي وعبد المنعم من الاسماء اللي بتطمنك، يعني بتدي لك حاله اطمئنان بشكل كبير يعني. لكن ان شاء الله كلنا ثقه في ياسر ابراهيم موجود، رامي ربيعه موجود، اسماء كتيره كوكا موجوده، كمان برضو كوكا من الاسماء اللي كانت ليها دور مهم مع الاهلي قبل التوقف طبعا. وبالتالي لا يعني عندك طبعا مصطفى شوبير اكيد هو اللي هيكون في حراسه المرمى، وهو كان عنده قبل كده خبره كبيره جدا في دوري ابطال افريقيا في مباراه الفاينل، وبالتالي لا يعني عندك مجموعه كبيره جدا تقدر ان شاء الله يعني تخوض المباراه بثقه، و انت محتاج تتعامل مع المباراه دي بهدوء شويه، بحماس كبير جدا، هدوء وحماس شايفهم عكس بعض، لكن الهدوء النفسي مع الحماس الكبير جدا داخل الملعب، لان مباراتنا مع شمال افريقيا الحقيقه فيها صعوبه كبيره جدا. طيب يوم الاربعاء ان شاء الله حلقه الاربعاء هقول لحضراتكم ايه الاختلافات في يعني في فريق شباب بلوزداد جوه الملعب وبره الملعب عن النسخه اللي قابلتنا هنا في القاهره ونجحت في التعادل مع الاهلي في اللقاء الاخير في بطوله دوري الابطال. هنتكلم على سيناريو المباراه المتوقع، على طريقه تفكير المديرين الفنيين، ونقرب لكم شويه حتى صفقات شباب بلوزداد الجديده. هاجل ده اليوم الاربعاء، اسال او اختم لقائي مع اشرف بسؤال، هل تعتقد ان الميركاتو عموما هل نجحت الانديه المصريه على مستوى الدوري الممتاز في ميركاتو ممكن يغير مشاكل المنافسه؟ اجابه بآه او لا.
في الدوري؟ في الدوري المصري. شايف بعض الانديه نجحت بشكل كبير وممكن الاسماء اللي حصل انتقال ليها لانديه اخرى اعتقد هيكون يعني علامه فارقه في بعض الفرق اللي قدرت انها تستقطب بعض النجوم يعني. باذن غدا لناظره لقريب. بشكرك يا اشرف. بشكرك جدا يا عم. بشكركم على المتابعه، نتقابل في حلقه جديده من السادسه، تحياتي لكم.